بعض الشعوب يتفردون بأزياء تميزهم، فهذا الزي يتحول من زي عادي إلى هوية فردية وجماعية، خصوصاً خارج الحدود. يوم جديد ورحلة متجددة في الفنون بين السينما والتلفزيون وعالم الأزياء. القفطان المغربي يحظى باهتمام المشاهير. تقديم الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 للعاملين بمطار الشارقة الدولي. الحيوانات الأليفة جهود فردية وجماعية للشغوفين بحمايتها. الاجتهاد طريق النجاح مع المخرجة نهلة الفهد. القفطان المغربي تميز عالمياً بطابع التراثي وأيضاً العصري، فهو يمثل مجموعة الألبسة التراثية والشعبية اللي ما زال يحافظ عليها المجتمع المغربي منذ القدم، فهو لليوم لباس الحفلات والمناسبات. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. القفطان المغربي يعتبر واحداً من اللباس التقليدي المغربي بطابعه التراثي والعصري، حيث يمثل مجموعة الألبسة التراثية والشعبية التي ما زال يحافظ عليها المجتمع المغربي منذ القدم، فهو إلى اليوم لباس الحفلات والمناسبات، ولا ينازعه في المكان أي زي آخر. وقد اتجهت كثير من الفنانات الشهيرات التي يتواجدن في دولة الإمارات وخارجها إلى ارتدائه في الكثير من المناسبات والأعياد، حيث يظهر حب الناس لمختلف الألبسة التقليدية خاصة في الأعراس والمناسبات على اختلاف الأعمار والمهن. كما أصبح الزي التقليدي جزءا لا يتجزأ من التراث، ويعتبر أداة تعريف الأمم ورمزا لتميزها وتفردها. أرحب بضيفتي مصممة الأزياء سهام حجي. حياك الله سهام. أهلا فيك. أهلا، شكرا، شرفتينا اليوم، وإن شاء الله بنتكلم عن كل تفاصيل القفطان المغربي في هذه الفقرة. وبداية، ما هو القفطان المغربي؟ أول شيء أنا بجد مبسوطة اليوم معكم بحضوري في استوديو الضفرة. القفطان هو القفطان بصفة عامة هو لبس تقليدي مغربي كنتميزوا به إحنا المغاربة، وحاليا الحمد لله انتشر، صار في العالمية. نعم. واللي وصل العالمية من تقريبا من التسعينات. نعم. هذا انتشر صار العالمية، وشفناه تغير بواحد الشكل، طابع رونق شوية معاصر. نعم. يتأقلم مع الموضة. إنزين، احنا دوم نسمع ان في شيء القفطان المغربي، وايضا هنالك الجلابية، وهنالك مسميات اخرى. نعم. مثل التقشيطة، شو الفرق بين هالأنواع؟ صحيح، احنا عندنا اللبس المغربي بصفة عامة كيتكون بعدة يعني تشكيلات، اللي هي التقشيطة اللي كتكون من قطعتين وممكن ثلاثة، وعندنا القفطان اللي هو كيتميز بقطعة واحدة، أما الجلابة هو اللي كتستعمله السيدة اللي كتطلع به يعني مشاويرها اليومية يعني. نعم. وكيتميز بالهود ديالو هذا، وتطريزات والألوان مختلفة. انزين، وانت ايضا تميزتي بتصاميمك للقفطان المغربي. نعم. شو اللي يميز هذه التصاميم؟ هوية سهام في القفطان المغربي، شو اللي يميزها؟ والله انا اعشق القفطان المغربي، وانا وردت هذه المهنه من الوالده ديالي الله يحفظها ليا. كنقدم لها تحيه، ولانه هي ما شاء الله عليها كانت كتعمل القفطان يعني وترز الحساب اللي هو تقريبا بقى اصيل عندنا، وصح صرنا نجدده حاليا بعد. فكانت عندي هوايه، كان عشق انا القفطان المغربي. نعم. وانا تميزت به، انا اعشق الالوان، كنحب الالوان، كنبدع في القطع. وتعرفي التناسق الالوان هو اللي كيخليني ابدع في القفطان اكثر. نعم. وعشق للثقافه المغربيه والاصاله والتطريز، هذا كله يعني صناعه تقليديه اصيله، فانا كنحبها وكنبغي ممكن نغير في شويه في القصات، بس كنحافظ على التاتش التقليدي الاصيل. واليوم بنشوف هذا اللباس التقليدي الاصيل اللي من تصميمك، ونبدا ويا التصميم الاول. اوكي،
خبرينا سهام عن هذا التصميم. هذا قفطان أم؟ هذا قفطان. نعم. أوكي، بس عملنا له جيب نقولوا على تنورة كلوش. نعم. أوكي، جوي عملت له قصة شوية، هو مخصر من تحت، القطعة اللي تحت مخصرة والتنورة اللي فوق جوية كلوش، بس حافظت على طابع تقليدي التطريز زواق المعلم، ودخلت معاه الباتش وورك بالمخمل. زين في وايد مفردات ما فهمنا منها شيء. شو هو طرز المعلم؟ زواق المعلم، لانه في تطريز. اوكي، والتطريز كيكون باليد. اوكي، وفي زواق المعلم، هو يعني هذا الخيوط الذهبيه كيتميز بهم صانع المغربي، كيفرضوا كتكون على شكل خيوط، فكنعملوا فيه رسومات جميله تقليديه. احنا كمغاربه كنعملوا واحد الرسومات متميزين بها، اللي رسومات حسابيه ويعني نفس هندسيه تقريبا. نعم، هندسية. مش ورود ولا هذا نفس بعض الشعوب الثانيه، بس احنا متميزين اكثر شيء بالرسومات الهندسيه. زين، هذه الرسومات او التطريز اللي نشوفه، هل تشتغلين عليه منفصل، يعني منفصل له الحرفي اللي يشتغل عليه، ولا انت تسوين كل شيء؟ احنا نصمم، اول شيء كنصمم القفطان ديزاين من القطعه زي ما قلت لك، ونرسم الرسومات. بعدين عندنا ما شاء الله تقريبا 5 صناع تقليديين يشتغلون على قفطان واحد. انزين. لانه اللي يسوي التطريز ماشي هو اللي كيعمل الشكل، هذا التنبات، حنا نقولوا له التنبات بالعقيق والجوهر. نعم. واللولو، واللي بيشتغل بالسفيفه والعقاد هذا بعد صانع ثاني. وعندنا اللي يشتغل الحزام، اللي هي المضمه الحزام. نعم. هو اللي كيعطيه. والسر، انا اقول دائما لزبوناتي انه سر القفطان في الحزام، يعني ينخص المراه ويعطيها واحد الاناقه والرونق، اناقه فخامه. نعم نعم، فخامه. اذا 5 اشخاص يشتغلون على التفاصيل مثل ما شفنا، يعني مثل ما قلتي لنا القفطان مو شخص واحد اللي يصممه. نعم. كل تفصيل فيه له المختص. نعم. صحيح. من جميع هذه المراحل، شو أصعب مرحلة أو أكثر وحدة تأخذ وقت؟ والله هي أول شيء الفكرة. نعم. تحب تطلعي شيء جديد. أوكي. تحب ترسمي، يعني يكون تصميم شيء مختلف، لأنه ما شاء الله كثير موديلات، فالناس تبغي شيء جديد، شيء مختلف، وفي نفس الوقت نحافظ أنا على الطابع التقليدي. إذا تدمجين بين العصرية وأيضا نعم التقليدي، لأنه عندنا الحين النساء، في نساء الأربعينات فما فوق يبغيو شوية تقليدي، يبغيو هذا. في عندنا الحين ما شاء الله البنات اللي مقبلين على الزواج وهذا، يبغوا شيء شغلات مودرن فيهم تاتش يعني خفيف، تبغي قفطان على شكل فستان، تبغي قفطان على شكل صنورة شيء أو بنطلون يعني. فكنحب رغباتهم، دائما لازم يكون في ابداع، لازم طبعاً يكون في تطور، بس في نفس الوقت محافظين على التقاليد تاعنا وتقاليد القفطان اللي هي السفيفه والعقاد والتطريزات. اذا السؤال كان ان هذه الحرف او هذا التصميم يحتاج الى 5 حرفيين. صحيح. اي وحده منهم تاخذ مرحله اطول، او اي وحده منهم الاصعب ممكن نقول؟ والله تقريبا تطريز، ممكن تطريز ياخذ يعني وقت، وبعد الخياطه السفيفه تاخذ وقت، لانه هم شغل يد. شو السفيفه؟ السفيفه هو هذا الخيوط الذهبيه اللي انا اللي موجوده. ايوه هذه. نعم. هو تاخذ بعد وقت، بعد ما نخلص مرحله القص والتطريز، ومع ذلك نسوي هذا الكريستال اذا كان يحتاج على حسب القطعه ولا القفطان. بعدها مرحلة الخياطة، اللي هي لأنه إحنا بنخيط كله بيدوي، كله شغل مغربي يدوي. إذن الأول الفكرة والتصميم. نعم. من ثم القص. أيوة. واختيار القماش. نعم. من ثم التطريز. تطريز، بعدين الكريستال هذا اللولو تنبات اللي كنقولوا له. نعم. تنبات. بعدها مرحلة الخياطة آخر نهائي السفيفة. نعم. والحزام بعد اللي يكون لحاله. الحزام له الحرفي الخاص. الحرفي الخاص له. انزين، شو اغلب انواع الاقمشه اللي تستخدم في تصميم القفطان؟ والله ما شاء الله وقت حاليا في عندنا كثير اقمشه متنوعه، اللي هي كتخليك، انا بالنسبه لي كتخليني ابدع اكثر في القفطان.
وأنا أدمج ميزتي أني أدمج الأقمشة، ما أستعمل قماش واحد، أحب أدمج 2-3 عشان حتى تكون القطعة مميزة في تاتش ويعطيها روح. يعطيها روح، نعم. نفس ما غادي نشوفه إن شاء الله في القفطان هذا، بتشوفي دمج الأقمشة تطريزات، حتى المرأة بتشوف تستمتع بالقطعة. نعم. تستمتع بها، وهذا اللي بنشوفه الحين. شو أنواع الأقمشة اللي دمجتيها سهام؟ هذه نسميها التكشيطة، فالتكشيطة دمجت فيها البروكار وساتان دوشيز من 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 جهة الصدر، وعندي حرير بيور سلك اللي هي القطعة السفلية اللي تحت. نعم. وخليت التطريزات تبع الورد اللي في القطعة، عملت ضفت عليهم تطريزات وضفت عليهم شغل ودمجتهم مع الهدف كيبينوا قطعة واحدة بس، هما ثلاث قطع. ثلاث قطع. إنزين، أنا ما أشوف القطعة الثالثة وينها. هي اللي تحت بعد نفس الشيء. موجودة تحت. اللي موجودة تحت. إنزين. ونشوف أيضا الحزام. الحزام تستخدمين الأحزمة رقيقة الحجم. هو صراحة زمان كنا نستخدمه شوية عريضات تكون. نعم. بس حاليا عشان تعطي تبين الخصر أكثر، صارت موضة مؤخرا تبين الخصر أكثر، فالحزام الرفيع أكثر موضة وأكثر حتى يرتاحوا فيه النساء. فإحنا كنشوفوا حتى الجانب اللي يعطي شكل حلو ويرتاحوا فيه، والمضمة كتبقى كبيرة صح، وهذا التقليدية إحنا كنقولها الصم واحد نوع، فهذا يبقى اختياري. نعم، يبقى اختياري، له خصوصيته. أيوة. ومثل ما نشوف أيضا في ترندز، مثل ما قلتي الصيحات تختلف في القفطان، في قصاته، أيضا حتى في حجم الحزام. نعم. الحين في موضة القفاطين، شو القماش أو الطرزة اللي جدا موجودة أو شائعة في هذا الموسم؟ والله رجعنا للأقمشة نقول لها تليجة، وهو الشيفون عبارة عن شيفون وفيه تاتش مال الورود خفيف. ورجعنا للتقليدي موضة السبعينات هالمرة، كل مرة نرجع بنشوف اليوم. اليوم للأسف لا، بس عندي شغلة ثانية لأنه إن شاء الله في الفقرات القادمة إن شاء الله. ففي أقمشة زي ما قلت لك تليجة، والبروكار، البروكار على حسب الألوان، على حسب طبيعة القماش، لأنه ما شاء الله حتى في مجال القماش تطلع موديلات جديدة، تطلع تشكيلات جديدة، فإحنا يعني ندمجها مع القفطان، ندمجها نشوف أي نوع من التطريز اللي يليق بها القطعة هذه، فمن هون كنبتكر الموديل الجديد. نعم. خبرينا سهام بالنسبة لاستخدام القفطان سابقا والآن. سابقا كنا نشوفه في مناسبات معينة، ولكن الآن أصبحنا نشوفه على ريد كاربت في مناسبات عالمية. المناسبات اللي التقليدية اللي كان يستخدم فيها القفطان شو هي؟ احنا في المغرب عادة نستخدمه في جميع المناسبات اللي هي خطوبة، زفاف، أعراس، عندنا مناسبات، أعياد، طلعات، يعني كل جميع المناسبات. بس لفخامته ورونق تاعه، وداك الجمال اللي يعطي المرأة العربية، صارت المرأة كتلبسه في المناسبات، في الريد كاربت، تلبسه في أعراس انترناشنال، يعني في الأوسكار، في حفلات أوسكار، لأنه صح عن شافت فيه الجمالية والملكية، أكيد مع الفخامة ما غاديش تخلى عنه، فغطى على ما غاديش نقول على الفستان، بس ليه قيمته مميزة. كل واحد شيء ميزة. حتى مش العربيات، حتى الأجانب الأجنبيات يعني حبوه بشكل مش طبيعي، وخاصة لما يكون الحين مخصر شوي مش زي زمان. الفرق بين زمان والحين كان القفطان يتلبس عريض. نعم. الحين صرنا نخصروا على الجسم، على جسم المرأة، فيبين شكلها، ما تبغي الشيء الفضفاض اللي هذا أنوثة أكثر. نعم. طبعا حسب اختيار الزبون. نعم. زين سهام، بالنسبة لهذا القفطان كم ياخذ مرحلة في تجهيزه؟ يعني كم الوقت لكل قفطان؟ والله ياخذ وقت، بس تقريبا شهر عشان نكونوا احنا مرتاحين، وهذا يعني يكون حتى الصانع التقليدي ما تقولوش اسرع اسرع، وهذا لازم شهر، 25 يوم إلين شهر ماكسيموم يكون قفطان مميز مطرز خالص بأدق التفاصيل. نعم نعم.
نشوف هذا التصميم عرايسي شوي. هذا نعم هذا هو، زي ما قلت لك عندنا الحين البنات كنستعملوا الخطوبة شيء هو مودرن، تبغي فستان تحس فيه كأنه فستان بس على شكل قفطان، القصات والورود بس حطينا التاتش سفيفة ومع الحزام فكيخلي رجعنا له التقليدي. نشوف أيضا هذه السفيفة اللي أنت قلتينا عنها مورد اللي هو ترند هذا السيزن أيضا. صحيح. الحزام في هذه التفاصيل للوردة أيضا، والدمج بين الأقمشة بين الشيفون والحرير. تول عملت له تول. نعم. تول هو اللي يعطي هذا الهيئة عروس خطبة. نعم. كاتب كتاب في هالمناسبات ويروح شباب يعني مع البنات اللي يحبون القصات شوية. مثل ما نشوف هني حتى يوم دمجتي بين القماشين يعني مو بقطعتين مختلفين صح؟ مو صح. واحدة فوق الثانية انت دمجتيها في النص. نعم. باستخدام هذا التطريز وحتى الورود طرزتهم على القطعة اللي تحت ومع التول نفس الشيء فبالتالي دمجة. والألوان اللي حطيت الأخضر والبيربل يعني ألوان هادئة أو بسيطة. صحيح. فطلعت اللون اللي هو اللون ألوان باستيل اللي هو البيج. نعم. أعطت بروز أكثر للورود اللي على القفطان. نعم. انزين سهام خبرينا اعطينا نصايح أو يعني تفاصيل معينة كيف نفرق بين القفطان اللي له دقة في صناعته والقفطان العادي اللي مثلا مو مشغول أو شخص واحد فقط اشتغل على تصميم الفستان كله أو القفطان كله. نعم. كيف نعرف الفرق؟ هو القفطان على حسب هو من زمان لازم يكون تطريزه فخم، تعطي فخامة أكثر يكون تطريز إلين تحت، هذا تقليدي يكون اليد كله مشكوك بتطريز ظهر يعني تعطي فخامة، وهذا أكثر شيء نعطيه للعروس، نعطيه للعروس تعطيها فخامة أنه صح مليان حتى سعره يكون شوي أغلى. نعم. لأنه تطريز إلين تحت وياخذ وقت ممكن حتى أكثر من شهر. الشغلات كنحبوا نعملوا قفطان خفيف تطريز باش على الاكتاف ولا على الظهر على يعطي شكل مودرن حلو وفي نفس الوقت يكون خفيف مش ثقيل لانه ما يصير تلبس المراه قفطان ثقيل في مناسبه خفيفه نفس عيد نفس اي مناسبه عزومه بس عيد ميلاد حفله بسيطه في البيت استقبال فهذا هو يختلف القفطان على حسب تقلو على حسب المناسبة. نعم. ولكن سهام يعني مثلا أوقات الشخص ما يكون متمرس أو عينه متدربة على القفطان المغربي فتي الحرمة تبى تصير تيب قفطان مغربي ما تعرف إذا هذا معمول بطريقة صحيحة أم لا، يعني كيف تعرف هل في أشياء معينة لو انتبهت عليها بتعرف إذا هذا شغله صح أو لا؟ فاحنا هذا يبقى على سمعة المصمم وكيف. نعم. المصمم هو شغله فاحنا الطابع هذا انا واقفه على صناع تقليديين كنحاول اي قطعه تكون مميزه ويكون شغلها نظيف ويكون يعني وتكون جماليته حلوه، اما لما تجي عندك مراه فانا لازم العب دور نعطيها اللي تناسب مع جسمها اللي تناسب مع شخصيتها اللي تناسب حتى مع المناسبه اللي هي معزومه لها فهذا. نعم. هو يختلف على حسب فهذا أكيد طبعا بتساعد المرأة العربية غير المغربية لأنه صح شيء غريب عليها بس مؤخرا صاروا يتعاملون كيفية ربط الحزام أنه يكون على الخصر يعني الشغلات اللي تلبس القفطان المغربي ويجي متلائم مع جسمها. إنزين في هذا السيزن أو هذا الموسم من مواسم الأزياء شو الألوان الأكثر ترند في القفطان؟ هو الأكثر ترند الحين وحتى اللي نشوف اللي عليه الطلب أكثر الباستيل ألوان الباستيل. نعم. بس زي ما قلت لك الأقمشة يوم تكون شيء قماش حلو فيه ورود فيه رسمات بتخليك تبدعي أكثر فبتخلي الزبونة ولا أي مرأة يعني يلفتها القفطان يلفت هذا القماش تلفتها القصة فهذا أما الشغلات ممكن قطعة بسيطة احنا اشتغل عليها بعرف شو اللي تناسبها القصه المناسبه لها اخليها شيء يعني تصير تحفه. صحيح وبنشوف تحفه اخرى
هذا التصميم مختلف تماما. هذا بروكار صراحه، هذا التصميم المفضل بالنسبه لي، غريب. هذه موضه السبعينات، كانت الفتحات يعني إلين من الجوانب، شوفي الدبل الجوانب فتحت على الجوانب والقصه تجي ستريت. نعم اوكي، فمع انه البيربل والاورنج فيه شويه تاتش من الفابريك، حبيت ابرزه في الشغل. والشغل هالمره حطيته على الخصر وعلى الاكتاف، يعني واليدين. برونزي ويا الجراي او الرمادي ويا البرتقالي، تحفة لوحة فنية. يعني الوان صراحة ما تخطر على البال ان ممكن تندمج بهذه الطريقة، ولكن ابدعتي فيها. حتى يعني القطعة البطانة. نعم البطانة. البطانة ما القفطان ايضا بنفس اللون اللي هو التطريز اللي نشوفه في النص البنفسجي. نعم هذا يعني أدق التفاصيل حتى من الداخل تنتبهين شو اللون. نعم حتى تكون أصلا معروف البروكار هو شوية قطعته شوية خشنة فما تحكم. نعم. فنسوله أصلا بطانة، أول شيء تعطي واحد الجمالية وتخلي المرأة مريحة، لأنه القطعة اللي تحت حرير في اللبس ما تحس بأنها ثقيلة. نعم. وبس لازم يكون على المقاس الجسم، يعطي بعد جمالية أكثر. صحيح، ويعطيك العافية للجميلة الموديل اللي كانت ويانا اليوم، شرفتينا في الاستوديو وتشرفنا بك سهام أيضا. الله يحفظك. سهام حجي مصممة الأزياء المغربية للقفاطين. كنا سعيدين جدا بتواجدك ويانا اليوم. أنا بعد سعيدة وياكم، وإن شاء الله نكون وصلنا فكرة جميلة على القفطان المغربي، وأتمنى كل مرأة عربية تلبس القفطان، لأنه صراحة فيه سحر وفيه جمالية عجيبة. أكيد وبالتوفيق إن شاء الله. آمين يا رب. وإن شاء الله بنشوفك في أبهى حلة على الصعيد العالمي من ناحية عروض الأزياء. شكرا لك. شكرا شكرا شكرا. مشاهدينا مستمرين وياكم، ولكن بعد الفاصل. تقديم الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19 للعاملين بمطار الشارقة الدولي. الحيوانات الأليفة، جهود فردية وجماعية للشغوفين بحمايتها. الاجتهاد طريق النجاح مع المخرجة نهلة الفهد. يا مرحبا بكل اللي انضم لنا في حلقة اليوم، وصلنا لفقرة تواصل وتفاعل مع آخر الأخبار والأحداث على مواقع التواصل الاجتماعي ويا ياسين. يا مرحبا بك. الله يمسيك النور والسرور. الله يبارك فيك. إن شاء الله عاد أخبار اليوم بتعجبك وبتعجب مشاهدينا الكرام إن شاء الله. ومع أول خبر، ومع هاشتاج مشروع الإمارات اللي تصدر قائمة الترند على موقع تويتر بعد ما تم افتتاح شارع الشيخ محمد بن زايد في باكستان، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة. وهذا المشروع يربط بين منطقتي مهمند جيت وقلناي بطول 42 كيلومتر وبتكلفة تبلغ 29 مليون و117 ألف دولار أمريكي. وهذا طبعا في إطار الدعم المتواصل اللي تنتجه دولة الإمارات لجمهورية باكستان من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الإنسانية والتنموية فيها. نعم، ومن المشاريع التنموية إلى الذكاء الاصطناعي. ياسين، شو رأيك في الذكاء الاصطناعي أو الـ Artificial Intelligence الـ AI؟ الذكاء الاصطناعي صراحة أنا أدرس ذكاء اصطناعي حاليا. صدق؟ إيه. ما أدري. نعم أنا أدرس ذكاء اصطناعي، ولكن اللي قاعد أشوفه من الأفلام اللي هي تتنبأ بالمستقبل، أنا أشوف أن الموضوع ما يبشر بالخير أبدا. وهذا طبعا دور الحوار العالمي. نعم. ففي السعودية بتحتضن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في 21 من أكتوبر، وبتحمل القمة اسم الذكاء الاصطناعي لخير البشرية. طبعا هذه القمة بتجمع أيضا صناع القرار والخبراء والمختصين من داخل وخارج المملكة، بالإضافة أن بيكون هدفها بناء حوارات متنوعة ومهمة، سواء من حيث التوجهات اللي تشكل مجال الذكاء الاصطناعي، تسليط الضوء على تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل شامل وآمن وأخلاقي، وأيضا بتناقش موضوع التعافي من الجائحة. نعم، وموضوع على حديث موضوع التعافي من الجائحة، حملة التطعيمات مستمرة في دولة الإمارات، وهذه المرة في مطار الشارقة الدولي. فوزارة
الصحة ووقاية المجتمع أعلنت عن تقديم الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19 للموظفين العاملين في الخطوط الأمامية بمطار الشارقة الدولي ضمن البرنامج الوطني لاستخدام اللقاح، وهذا بهدف توفير أعلى مستويات الأمان وحمايتهم من أي مخاطر صحية ممكن يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم. فدولة الإمارات دائما سباقة على المستوى العالمي في حرصها على توفير أعلى معايير الحماية ووسائل الأمان للعاملين في الخطوط الأمامية. إنزين ياسين، قبل أن ننتقل إلى خبرنا التالي أباك تشوف فيديو ومن ثم التعليق. نشوفه. بصراحة ابتهال، أنا ما أعرف العالم وين بيوصل. يعني نشوف الروبوتات قاعدة تحل مكان الموظفين في بعض الأماكن، وهذا اللي يمكن أن يصير في المستقبل، من الممكن. والحين قاعدين نشوف الدمى المتحركة تحل مكان عارضين الأزياء. ها رأيك؟ هل فهمت من الفيديو؟ هذا اللي فهمته من الفيديو إلى الآن يعني. زين، أنا بخبرك. يلا خبرك. هذا الفيديو هو عرض أزياء لدار أزياء موسكينو لربيع صيف 2021. جيريمي سكوت اللي هو المدير الإبداعي لدار أزياء موسكينو طلع بفكرة غريبة ولكن ذكية، إن استبدل الضيوف واستبدل عارضين الأزياء بدمى في أسبوع ميلان للأزياء. ليش؟ للحفاظ على سلامة الموجودين. وطبعا إذا انتبهت الحين نشوف صور للضيوف، عرفتهم؟ صراحة مو باختصاص الماضي، خليها عندك. زين، هني كانت في هذه الصور والحضور يعني نشوف دقة التفاصيل حتى في الناس الموجودين، والدمى تجسد منهم أنا وينتور اللي هي رئيسة تحرير مجلة فوق بنسختها الأمريكية جالسة في النصف، وإدوارد أننفل رئيس تحرير مجلة فوق بنسختها البريطانية. يعني هل من الممكن أن نشوف عروض ثانية؟ الدمى ممكن أنها تحل مكان عارضين الأزياء في المستقبل حتى بعد جائحة كورونا؟ هل ممكن أن هذه الفكرة تكون شرارة لبداية هذا الموضوع؟ طبعا هذا السؤال ينطبق على كثير من المجالات، إن كان التعليم عن بعد، إن كان مثل ما نشوف الحين الدمى المتحركة، ولكن حاليا هذه فكرة جدا يعني فيها إبداع وابتكار إنها تطبق حاليا، ولكن عقب الجائحة ما أحبذها. أنا عن نفسي ما أحبذها، والله أعلم. ممكن. أنا عندي سؤال ثاني. خلاص انتهي من الموضة اللي هو أبدا مو مجالك. الحيوانات الأليفة، عندك حيوانات أليفة؟ أنا عندي حيوانات أليفة، عندي حيوانات شرسة، عندي كل شيء. شو عندك؟ عندي سنجاب. صدق؟ زين، أنا اليوم أول شيء أعرفه عنك أن أنت تدرس الذكاء الاصطناعي. نعم. وثاني معلومة السنجاب اسمه بني بعد. بني؟ بني. ليش بني؟ لأنه بني، قلت بحليها بالأجنبي بني يستوي. ها، مبتكر أيضا ياسين. ولأن اليوم بنتكلم عن الحيوانات الأليفة اللي الدولة والمؤسسات اللي فيها تبذل جهود كبيرة لحمايتهم وتوفير دور الرعاية لهم، واللي يشرف عليهم أيضا مختصين، بالإضافة إلى الجهود الفردية والجماعية للمتطوعين الشغوفين بحماية الحيوانات ورعايتها. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. زي ما احنا عارفين ومتعودين من دولة الإمارات انها دولة تسامح ورحمة، الحيوانات الأليفة كانت من دور او نصيب كبير من الاهتمام والرعاية ده. عشان كده في مؤسسات كثيرة جدا موجودة في دبي لرعاية الحيوانات الأليفة والاهتمام بيها. بالنسبة
بالنسبة للحيوانات الأليفة، احنا كمؤسسة هنا احنا بنحاول على قد على قدر المستطاع ان احنا ما يكونش فيه اي حيوان بره ملوش مأوى او ملوش رعاية، او بنحاول ان احنا نوفر لاي حيوان ملوش صاحب ان هو يكون له مكان ورعاية. فبنستقبل عندنا اي حيوان سواء قطة كلب او برد او طير، بنوفر له العناية الكاملة بما فيها التطعيمات الفاكسينيشن اللي هو محتاجها، اكل وشرب ورعاية ونظافة ورعاية كاملة بيخص الحيوان ده اللي هو محتاجها من باب الرحمة والرعاية للحيوان. دبي كإمارة طبعا موجود فيها من اللي بيهتموا بالحيوانات الأليفة، والحيوان بيمثل فرد من العيلة، ففي ناس كتيرة جدا بتبقى مهتمة وعندها الحيوانات أليفة في البيت. وفي الفترة بتاعت كورونا كان في تخوف من إن الحيوان ممكن ينقل العدوى أو ممكن يبقى فيه خوف شوية. بالنسبة للحيوانات مفيش خوف أبدا، لأن هي غير ناقلة، خصوصا الكلاب والقطط غير ناقلة للفيروس ولا تحمل الفيروس. فإحنا كان لنا دور في الوقت ده إن إحنا كنا بناخد الحيوانات دي وبنهتم بيها وبنرعاها. بعد تقريبا الأزمة دي ما مرت والناس تأكدت وعرفت إن مفيش خوف من الكورونا، ابتدت الناس ترجع تاني تاخد الحيوانات بتاعتها أو تقتني حيوانات أليفة. عشان تقتني حيوان أليف في البيت، نمرة واحد الرعاية الصحية، فبيتطلب للحيوان الأليف إن هو بياخد التطعيمات بتاعته. بيبقى فيه تطعيمات على حسب العمر بتاعه. في نوعين تانيين من الرعاية بالنسبة للحيوان، الرعاية كنظافة سواء بإن هو بيتسبح أو بيتحمم اللي هي الجرومين سيرفز وقص أظافر، تنظيف الأذن، وطبعا حتة الأكل. فطبعا بنراعي في الأكل إن الحيوان بياخد القدر الكافي من الأكل مع الفيتامينز لو هو محتاج، على حسب نوع الكلب أو القطة والعمر، فبيبقى ليه مقدار معين من الأكل. طبعا احنا تعودنا في دولة الإمارات إن هي دولة يعني متقدمة ودولة رحمة وتسامح. يعني لما بلاقي حيوان في الشارع ضال ملوش، بلاقي ناس كتير جدا بتقدم له، اللي بيجيب له أكل واللي بيجيب له مية واللي بيحاول يديله شوية حب. يعني فعلا منظر حضاري ما مش مستغربين ان احنا نشوفه في دولة الامارات، لان احنا تعودنا على الحضارة وعلى التسامح والرقي في دولة الامارات. واخر فقرات حلقتنا الاجتهاد طريق النجاح، معي المخرجة نهلة الفهد. وصلنا مشاهدينا إلى فقرة فنون، وضيفتنا لليوم مخرجة ومنتجة استثنائية في أفكارها واختياراتها، قررت أن تصنع نجاحها في عالم السينما والدراما، فباتت اسما بارزا في صناعة الترفيه العربي. تؤكد على أن الاجتهاد والصبر هو طريق النجاح، وهذا ما سارت عليه خلال مسيرتها الفنية التي حققت من خلالها العديد من النجاحات، سواء في الإخراج السينمائي أو في التلفزيون أو حتى في عالم الكليبات الغنائية. ضيفتنا المخرجة نهلة الفهد بعد محطاتها الفنية في التقرير التالي.
تتميز المخرجة والمنتجة الإماراتية نهلة الفهد بأسلوب خاص في أعمالها السينمائية والتلفزيونية، وتجسد اختلاف رؤيتها في العديد من المسلسلات والأوبريتات والأفلام، منها مسلسل دموع الأفاعي، ومسلسل ساعة الصفر، ومسلسل حرب القلوب، وفيلم حجاب، وأوبريت الولاء والانتماء، وشغلت العديد من المناصب الإدارية في القنوات التلفزيونية، كما كانت عضوا في عدة لجان تحكيم للمسابقات، منها بي بي سي فيرست إيفر سمول سكرين عام 2018، وجائزة منصور بن محمد للأفلام القصيرة. حصلت الفهد على العديد من الجوائز، منها جائزة سيدة للإبداع والتميز عام 2016، وجائزة مهرجان أوسكار للفيديو كليب عام 2009، كما نالت لقب شخصية العام الإخراجية الفنية عام 2019 من الفيدرالية العالمية لهيئة أصدقاء الأمم المتحدة، لتظل نهل الفهد خير مثال لتفوق المرأة الإماراتية في كل المجالات. المخرجة نهل الفهد حاصلة على ماجستير في الابتكار وإدارة التغيير من جامعة حمدان بن محمد الذكية، وبكالوريوس إدارة الأعمال والتسويق من جامعة دبي، والدبلوم الوطني العالي في التسويق الإعلامي والإعلان من كلية دبي بوليتكنيك، وهي المالك والمؤسس لبيوند استوديو. أرحب بضيفتي المخرجة نهلة الفهد عبر خدمة زوم، نقول ألو. أستاذة نهلة مرحبتين، شرفتي. يا هلا أستاذة نهلة، شرفتينا في استديو الظفرة ولو على بعد الشاشة الإلكترونية. شرفنا بتواجدك اليوم في استديو الظفرة. أتشرف تواجدي معكم اليوم، صحيح مثل ما نقول عن بعد ولكن القلوب قريبة إن شاء الله. إن شاء الله. والبداية ويا فيلمك الجديد تحت الشمس 2. الفيلم أستاذة نهلة يعد أول فيلم إماراتي من صنع الجمهور، فشو تقييمك للتجربة، وهل هي مخاطرة أم ثقة بالجمهور؟ في البداية أحب أنوه وأقول أن اسم الفيلم هو مو بتحت الشمس، وما أعرف يعني تحت الشمس 2 هاي بعد صراحة، يعني الفيلم هو له عنوان ثاني إن شاء الله قريبا بنعلن عنه بإذن الله تعالى. اسم تحت الشمس هي كانت التحدي اللي حطيناه نحن لجميع المشتركين اللي شاركوا معنا في التجربة الإماراتية اللي كانت بدعم من مدينة شارقة للعب شمس. وأكيد إن هذه التجربة إلها تحدياتها وإلها ظروفها وإلها حلاوتها، مثل ما نقول بما إن هذا الفيلم تم يعني مثل ما نقول إن استمديناه من الجمهور، من كتابة الجمهور اللي شاركوا معنا في هذه التجربة الفنية. ولكن أحب أبشركم إن التجربة كانت جدا ممتعة، والفيلم إن شاء الله يبشر بالخير. ننتظر بس شوية الظروف إنها تروق مثل ما يقولون، ونرجع إن شاء الله للسينمات وينعرض وينال على استحسان الناس إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إنزين، إذا بيتم الإعلان عن اسم الفيلم قريبا، ولكن كيف كانت يعني العمل على هذا الفيلم بمشاركة الجمهور؟ كيف اختلف عن أعمالك السابقة؟ طبعا اللي يفرق في هذه التجربة، ومثل ما قلنا ان هذا اول فيلم من صنع الجمهور، طبعا خلال العمل في التجربة الفنية الإماراتية لمدة عام كامل تم تأسيس فرق تشارك في هذه التجربة. وكل فريق طبعا كان له كاتب في فريقه، ومن ضمن العضو الملهم اللي كان مشارك معنا الى يعني بجانبي وبجانب الدكتور حبيب غنون، طبعا الكاتب الاماراتي المبدع محمد حسن احمد اللي كتب اول 10 دقائق من الفيلم، وبعدين بداوا الفرق يكتبون 10 دقائق التاليه ويشرف عليهم، وبذلك استمرينا لين نهايه الفيلم. وكان كل فيلم طبعا يختلف في نهايته عن الفرق الثاني، كان عندنا 30 فريق، فتخيلي كان عندنا 30 فريق، عدد كبير من الفرق. لهذا السبب التجربة مختلفة.
تجربة مختلفة جدا عن اللي سبقه. وطبعا أظن كثرة هؤلاء الفرق زاد الفرق زاد من كمية الإبداع والأفكار الموجودة في الفيلم. أستاذة نهلة، ممكن تخبرينا أكثر عن فكرة الفيلم أو الرسالة أو قصته؟ طبعا هو فيلم اجتماعي تشويقي درامي من بيئة دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. أنا ما أبغي وايد أفضح قصة الفيلم، ولكن أقدر أقول إنه مختلف عن الأفلام الإماراتية اللي تم تصويرها وطرحها في السينمات وأيضا في الشاشات. أتمنى يا رب إنه بس ينزل الفيلم الناس تحضر وتشوفه، وأنتم بعد تحضرون إن شاء الله الفيلم وإن شاء الله تحضرون الفرق فيه إن شاء الله. إن شاء الله. هو مختلف عن الأفلام السابقة، يعني من أي منظور؟ هل منظور الإخراج، الإبداعي، القصة، التمثيل؟ أقدر أقول كل شيء. طبعاً نعم. اللي أقدر أخبرك عنه يعني هي قصة دارت، أو الشيء اللي حركها هو قنوات التواصل الاجتماعي، نعم. فما أبغي أتكلم أكثر عنه. وطبعاً مجهود جميع فريق العمل وكل الفنانين النجوم الإماراتيين اللي شاركوا في هذا العمل عطوا طابع جميل لهذا الفيلم، وأرجع وأكرر أنه مختلف، وإن شاء الله يا رب أن ننال على الاستحسان. إن شاء الله يا رب. أستاذة نهلة، بالنسبة لتأثير مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا منصات المشاهدة الإلكترونية اللي انتشرت الحين، أثرت أو ممكن نقول أدت إلى تحور في الصناعة السينمائية وأيضا الدرامية، هل هذا الشيء ساعد صانع المحتوى إن كان منتج أو مخرج أو ممثل؟ أكيد بالطبع قنوات التواصل الاجتماعي يعني أثرت على الصناعة، ولكن الفيلم يبقى فيلم والدراما تبقى دراما. قنوات التواصل الاجتماعي ساعدت في صناعة محتوى، ولكن هذا المحتوى مثل ما تقولين يعني في دقائق معدودة. أثرت من ناحية أن الواحد ممكن أن يعني ياخذ قصص من أيضا قنوات التواصل الاجتماعي، ينشر فيلم أو دعاية، يسوي دعاية لفيلمه أو للمسلسل الجديد أو أي عمل كان من خلال قنوات التواصل الاجتماعي. ممكن يصير في تعارف أيضا بين كاتب ومخرج ومدير فني وغيره أيضا عبر قنوات التواصل الاجتماعي. فطبيعي طبيعي قنوات التواصل الاجتماعي أثرت في، أنا أشوف، في جميع المجالات وليس فقط في المجال الفني والثقافي. نعم. وأيضا نشوف هنالك تقدم للمرأة الإماراتية في جميع المجالات ومنها المجال الفني، فكونت واحدة من أنجح النساء الإماراتيات في هذا المجال إن كان محليا إقليميا أم عالميا، شو نوع التحديات اللي الحين تواجهها المرأة في هذا المجال بالتحديد؟ لله الحمد أن نحن في دولة الإمارات مثل ما قلتي المرأة الإماراتية أثبتت مكانتها وتواجدها في كافة المحافل، سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي. بصراحة قمنا نحس أن نحن ننافس نفس، ما قمنا نشوف للتحديات مكان بيننا أو أنها تكون أو أي سبب أنه يعرقل أو يعيق من حركتنا ونشاطنا في هذا المجال. أستاذة نهلة، هل بنشوفك في أي تعاونات خلال هذا العام ويا أي أحد من الفنانين في الأغاني المصورة؟ طبعاً طرح من فترة بسيطة تقريباً في أول شهر 8 عمل جديد يجمعني بالفنانة والأخت والصديقة ديانا حداد، عمل بعنوان مش راح نختلف. صورناها شوية بظروف مختلفة، كنا في إجازة بصراحة، كنا في باريس، وأنا دائماً لما أسافر أشل كاميرتي معاي وأشل العدة معاي لأن أحب أصور سفراتنا ورحلاتنا. فكان مضمون التصوير أصلاً ما كان أن ينعرض، كانت هذه المواد فقط إلنا نحن للأرشيف أو للتجميع. ولكن لما سمعت الأوديو وحبيت الأغنية
بعدين طلبت من إدارة أعمال ديانة يعني من وراها طلبت الأغنية الأوديو ومنتجت الكليب، اشتغلت عليه وبعدين فاجأتها فيه، طرشت لها إياه، حبته وقالت لي خليني أنزل الأغنية فيديو كليب. قلت لها اللي ريحت يعني. فهذا كان آخر تعاون بالنسبة للفيديو كليب، وإن شاء الله يعني في حديث إن شاء الله عن عمل آخر بإذن الله. وايضا في عمل الحين قاعدين بعد نرتبه ونجهز ان شاء الله لليوم الوطني ان شاء الله مع ايضا فنانين ان شاء الله من دولة الامارات. انزين، هل ممكن نشوف استاذة نالة الفهد في عمل اخراجي لعمل ممكن يكون عربي مصري مغاربي من بلاد الشام او حتى عالمي في المستقبل؟ والله اتمنى، طبعا هذا هو الهدف وان شاء الله بس تسنح لي الفرصه، ولكن همي الحالي هو النهضه بالسينما الاماراتيه والسعي ان شاء الله ان السينما الاماراتيه توصل لاعلى المراتب وتوصل لجميع المشاهدين من كافه الجنسيات ولكافه اقطار العالم. ونحن نتمنى لك التوفيق الأستاذة العزيزة وضيفتنا العزيزة المخرجة الإماراتية نهلة الفهد، شرفتينا ونورتينا في استوديو الظفرة. شاكرة لكم، وإن شاء الله الظروف الجاية تسمح لنا نكون معكم إن شاء الله في الاستوديو. إن شاء الله، ونحن طبعا نتريى هذه الفرصة وهذا اللقاء بفارغ الصبر، إن شاء الله عن قريب ترومين وتكونين بمقدرة على أنك تكونين ويانا في استوديو الظفرة. وللأسف انتهى وقت الحلقة، ونشكر أيضا جميع مشاهدينا الكرام على متابعتكم لاستوديو الظفرة. نرافقكم كل يوم من الأحد إلى الخميس، ويمكنكم متابعتنا على حسابات قناة الظفرة على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بألف خير وفي أمان الله.